أهلا وسهلا بيكم مواليد برج الحمل، شكرا ليكم لتفاعلكم معايا يا مواليد برج الحمل بأن انتوا المركز الأول لشهر إبريل 2024. أكتر فيديو كان متفاعل معايا سواء بإحصاءات اليوتيوب والفيسبوك كنتوا انتوا المركز الأول في أكتر نسبة لايك ليا، شكرا لتقديركم ليا وشكرا ليكم يا مواليد برج الحمل، وإن شاء الله يكون شهر سعيد عليكم بإذن الله وطول السنة بإذن الله أيامها إيجابية عليكم. شكرا ليكم تاني مرة وشكرا لتقديركم ليا. طبعا برج الحمل هذه القراءة تناسب طالع برج الحمل اللي هو بيكون بساعة الميلاد، وبتناسب أيضا اللي برجهم الشمسي الحمل، وبتناسب أيضا اللي برجهم الباطني الحمل. تمام، طبعا الشمس عندهم في برج الحمل اللي هم الحمل الأصليين، تمام، الحمل الأصلي اللي هم بيبدأوا من 1/4، تمام، أو 31 مارس بيبدأوا الحمل الأصليين وبينتهوا يوم 20 إبريل، دول بنقول عنهم هنا حمل أصلي أو 21 إبريل عشان الشهر ده 31 يوم. فبالتالي الحمل الأصلي اللي تناسبهم هذه القراءة للشمس عندهم أكيد في برج الحمل وحاكمكم المريخ من 31 مارس إلى يوم 21 إبريل. تمام، طيب برج الحمل بشكل عام بقى بيبدأ إمتى؟ بيبدأ من 21 مارس وبينتهي 21/4. تمام، طيب طبعا احنا عارفين ان في حمل مزدوج وفي حمل اصلي وفي حمل فئة اخرى مزدوجة. الفئة الاولى اللي هما ما بين الحمل الحوت والحمل، دول بيكونوا من 21 مارس وبينتهوا 30 مارس. الفئة الاخرى المزدوجة من برج الحمل اللي هما ما بين الحمل والثور، دول بيكونوا من 22 ابريل ليوم 30 ابريل، بنقول عنهم ما بين الحمل والثور. تمام، طيب الشهر ده انا شايفاه، هنركز طبعا على اتصالات الشمس في الجزء الأول من شهر 5، هتكون في برج الثور، بعد كده تدخل في برج الجوزاء، هنشوف ده تأثيره عليكم إيه يا برج الحمل. تمام، طيب هتركز الشهر ده يا برج الحمل، هنركز على 3 كواكب في خريطتك في خريطتك الفلكية يا برج الحمل. هذا الشهر عندك المريخ في بيتك، يعني المريخ وضعه مرتاح في برجك، وأيضا القمر بيدخل في برجك كده من 5 أبريل، من 5 مايو، هنشوف ده تأثيره عليك ايه، وهنشوف ايضا عطارد اللي هو المسؤول عن الفكر والتحليل والمنطقية في برجك ايضا، فهنركز هنا على مريخ وقمر الحمل وعطارد الحمل خلال هذه القراءة. تمام، طبعا انا شايفاه شهر في سلبيات وفي ايجابيات اكيد طبعا، بس شايفاه بصراحة ايجابي اكتر من سلبي، وهنتابع كده جزئية جزئية زي ما انتم متعودين معانا. طبعا هتركز الشهر ده على بيتين اساسيين، يعني انت هيبقى تركيزك الشهر ده اكتر على حاجتين، العمل تمام ووضعك العملي، ينقل من شغل يفضل في شغل، هتحدد هنا مسارك العمل الفترة دي، وهتشوف تركيزك كله الشهر ده شغل، هتبقى عملي بحت، إلى جانب التركيز التاني عندك هنا في استثمار وملكيات عقارية، وبتنقل من بيت لبيت، وأحوالك العائلية ووضعك العائلي الأسري بشكل عام. اللي غير مرتبط أو متزوج بيركز إن هو يأسس بيت أو يجيب شقة عشان يأسس بيت الزوجية أو يأسس استقراره مع شريكة حياته، أو كمستقبل العازب برضه هنا بيخطط لشراء بيت لشراء شقة عشان يقدر يستقر ويرتبط. بتركز أيضا هنا بشكل جزئي على العلاقات العاطفية ووضعك العاطفي، وبتركز برضه على السفر، لازم تعرف هنا اللي عايز يسافر، اللي عاوز يعمل تجارة خارجية، عندك حركة تنقلات الفترة دي في هذا الشهر يا برج الحمل. كمان بتركز على اخواتك اللي اصغر منك بالسن وعلاقاتك الاجتماعية ليها دور في حياتك خلال هذه الفترة. المهم انا شايفة ان ليك دور عائلي بحت خلال هذه الفترة، عيلتك محتاجاك، قرايبك، محيطك الاجتماعي محتاجك خلال هذه الفترة. طبعا احنا حاليا في شمس الثور اللي هو من، هبدأ بقى من اول الشهر اللي هو 1 مايو ل 5 مايو صباحا. الشمس هنا طبعا في برج الثور لازالت، فهنا الشمس في وضع ترابي مخالف لطبيعتك النارية، انت طاقتك المريخ اكتف اندفاع حماس، فالشمس هنا بتبقى منطفية شوية، ولكن اللي بيدعمك هنا بقى ايه؟ اللي بيخفف عندك الطاقة الترابية دي المريخ، موجود في بيتك في برجك، المريخ هنا في برج الحمل ده بيدعم ايه هنا بقى؟ بيدعم لك الشراكات، بيدعم الزواج، بيدعم الارتباط، بيدعم القضايا، بيدعم الحقوق القانونية، بيدعم ايضا ليك الفرص من ناحية ان انت تستثمر، ومن ناحية ان انت تاخد قرض من بنك، او ان انت تطالب بحقك من اموال الاخرين لو ليك فلوس مكتوبة ليك من اموال بقالها فترة، سواء كانت من العمل
أو من العيلة أو ورث، فبتطالب بيه وبتاخده خلال هذه الفترة، فترة مناسبة للمطالبة بالحقوق. كمان شايفاها فترة إيجابية معاك للسفر سواء داخلي أم خارجي، وكمان السفريات للتجارة برضو عندك فترة مناسبة هنا للتجارة الخارجية أو الداخلية، بيكون عندك أرباح ومكاسب من خلالها. كمان شايفة إن في فترة حلوة هنا لتقديم لدراسات عليا وجامعات، لو في امتحانات هنا ماجستير دكتوراه فبتجتازها أو بتتفوق فيها وبتعديها. كمان شايفة الفترة دي هنركز أيضا هنا على طيب هنركز هنا على المريخ فقط. هندخل بعد كده الفترة اللي هي من 1 مايو مساء لخمسة مايو مساء. أي حاجة غير يعني ما ذكرتهاش انها سلبيه فخدها من باب الايجاب، اي حاجه انا ما ذكرتهاش، اي حاجه ما ذكرتهاش ان هي تحاذر او تخاف منها فيبقى ما تقلقش من اي قرار تاخده. الواحد مايو بقى مساء لخمسة مايو مساء هنشوف هنا ايضا مريخ الحمل عمل قران مع نبته في البيت الرابع. تمام، انت هنا عندك شويه ايه الفترة دي مسائية مش حلوة للسفر بقى هنا يا برج الحمل. كمان لو عندك امتحان فترة مسائية الماجستير أو دكتوراه أو جامعة فبتبقى معقدة شوية أو بتبقى صعبة أو بتحتاج منك شوية مجهود. تمام، كمان مش فترة مناسبة هنا للسفر الداخلي داخل بلدك، مش فترة حلوة للتنقلات، لكن فترة حلوة للمال. شايفة الوضع المالي هنا مفاجأة مالية. تمام، المريخ هنا عامل اتصال إيجابي مع بلوتو الدلو في البيت التاني، فده معناه ان عندك انفراج مالي وحظوظ مالية خلال هذه الفترة. ممكن تقدر تحط فلوسك في استثمار، تحط فلوسك في عقارات، تحط فلوسك في حاجة تجيب لك من وراها ارباح. فشايفة ان فترة للتخطيط المالي او ان انت تحط فلوسك في حاجة يجي لك من وراها ارباح ومكاسب فترة ايجابية جدا ليك في هذه الفترة. كمان شايفة الفترة دي ايجابية معاك في الاستقرار العائلي والاسري. تمام، ممكن لو كان في خلافات بينك وبين اهلك او اسرتك على المال او خلافات من اجل الحصول على حقك المالي فبتاخد حقك بمنتهى السلاسة والهدوء، لكن حاذر بس من شوية خلافات بين ام الزوجة او الام. الفترة اللي بعد كده يا برج الحمل اللي هي 5 مايو صباحا ل 10 مايو، 10 مايو صباحا فترة ايجابية بالنسبة لك جدا، لان هنا مريخ الحمل عمل قران مع القمر بالحمل ايضا وعطارد. متخيل 3 كواكب في برجك في بيت العاشر، ده معناه ايه؟ انفراج عملي، الغير العاطلين عن العمل او اللي مش معاهم شغل بيلاقوا فرص عملية كتيرة الفترة دي. كمان اصحاب البيزنس الخاص هنا لو بتفكر ان انت تدخل شراكة جديدة او تعمل ارباح او تدخل في حاجة استثمارية، بتخطط لزواج وارتباط، بتخطط الفترة دي انك تكسب قضية، عندك قضية في هذه التواريخ 5 ابريل صباحا 10 ابريل صباحا، فان شاء الله المكسب يبقى لصالحك. فترة كويسة هنا للاتفاقيات وامضاء العقود وكتب الكتاب او الزواج. كمان شايفاها فترة حلوة لاتمام علاقة تصل لزواج أو ارتباط بعد فترة تعقيدات أو عكوسات عندك في الزواج. فترة إيجابية ممكن هنا بقى للسفر الداخلي أو التجارة الخارجية، هنا طلاب الجامعة والدراسات العليا عندهم هنا تفوق واجتياز للامتحان بنجاح. قمر الحمل بيدعم عندك هنا الشراكات أيضا والقضايا، بيدعم أيضا الحقوق إنك تطالب بحقك. فترة كويسة هنا للشراكة مع أصدقاء أو بتطلب دعم مالي من صديق، بتلاقي أخ أكبر، بتلاقي سواء دعم معنوي أو مالي. فترة حلوة للشراكات مع الأصدقاء أو إخواتك الأكبر منك بالسن، لكن حاذر من الحسد والطاقات السلبية اللي ممكن تجدد لك على طاقة القمر. يعني خلي بالنا هنا الفترة دي إن ممكن البعض منكم يكتشف إن شريكه بيغير منه أو بيخونه أو بيتصرف من وراه تصرفات سلبية فتفسخ شراكة هنا. البعض منكم دي لو شراكة قديمة مش جديدة، فنحذر هنا من الطاقات السلبية أو نحذر هنا من الحسد الشديد، وبالأخص من فئة الأصدقاء أو من فئة القرايب. تمام، طيب عطارد الحمل هنا بيحذرك شوية من القرارات المتسرعة المتهورة في شغلك. يعني بلاش تمضي عقد ان انا اترك شغلي بشكل متسرع، بلاش تندفع وتتهور في قراراتك العملية، انقل من شغل لشغل، اطالب بنقل، اسيب شغل اروح شغل تاني. بلاش هنا تخسر طاقة مريخ وقمر الحمل بيدولك اندفاع وحماس وشغف للعمل والابتكار والإبداع، تيجي عطارد الحمل يخليك مندفع فتتهور في قراراتك العملية، فحاذر بس من هذه التقلبات. الفترة اللي بعد كده يا برج الحمل 5 إبريل مساء ل 10 إبريل مساء،
طيب لا زال المريخ والقمر هنا قران بس في البيت الرابع مع عطارد. طيب ده معناه ايه؟ ان فتره حلوه هنا لانك تنقل من بيت لبيت، فتره للتصالح العائلي بعد فتره خلافات او علاقات زوجيه كانت واصله للطلاق او الانفصال، بتتصالح او الامور هنا بتتحسن بشكل كبير. كمان شايفه الفتره دي مناسبه معاك للمال، هنا ممكن تحط خطه للمال، تحط فلوسك في استثمار، تشتري حاجة غالية، تشتري حاجة باهظة الثمن سواء ذهب، ممكن تشتري موبايل، تشتري شقة، أيا كان الحاجة اللي أنت أرض مثلا، أي حاجة هنا غالية عايز تشتريها تحط فيها فلوسك بيبقى ليها مكسب بعدين، خصوصا لو أنت عايزها لحاجة استثمارية، تمام، عايز من وراها أرباح. ممكن لو أنت عندك شقة ممكن تأجرها، لو أنت عندك هنا مثلا حاجة انت عندك عاوز تأجرها، محل عاوز تبيع شقة، ففترة إيجابية هنا للبيع والشراء أو للتأجير والبيع، تمام. كمان أنا شايفة هنا مش فترة إيجابية للدعاية والإعلان أو التسويق والمبيعات، فترة مش إيجابية برضو لكده، لكن نخلي بالنا شوية الفترة المسائية مش حلوة لطلاب الجامعة والدراسات العليا والماجستير أو الدكتوراه، مش فترة حلوة إن أنت تقدم، أو لو عندك امتحان في الفترة دي بس مسائية شد حيلك شوية لأنه بيبقى الموضوع محتاج منك مجهود ذهني مكثف. قمر الحمل بيدعم هنا معاك طاقة السفر البعيد، يعني ممكن هنا تسافر سفرية بعيدة وليست داخلية في بلدك، سفر بعيد بالذات لو دولة أجنبية بحثا عن عمل. لو أنت هنا بتعمل إجراءات سفر لزوجتك فإجراءات السفر ليها أو أوراقها بتتم أو بتتسهل بشكل كبير. شايفة هنا إن أنت بتطلع من مود سلبي وأفكار سلبية كتير كانت بتحوطك الفترات اللي فاتت، بتخرج بقى، ممكن البعض منكم عنده خروج من مستشفى أو خروج من سجن أو نفي للبعض منكم اللي يخصوا هذا الكلام. كمان فترة إيجابية هنا للأموال، هنا يا إما بتتواعد بترقية ومكافأة بقالك فترة مستنيها فبتجيلك، أو زيادة مالية بتجيلك بشكل مفاجئ، أو حاجة أنت بتبيعها فتبيعها بزيادة أو بتلاقي من وراها مكسب، المهم هنا مفاجأة مالية بتجيلك خلال هذه الفترة، تمام. عطارد الحمل بقى هنا يعني أي نعم حمل، يعني تفكيرك هنا مندفع شوية ولكن بيفيدك في فرص السفر، يعني لو الفترة دي جالك أي فرصة سفر في دولة أجنبية في بلد بعيد ما تترددش ووافق عليها، يعني هنا تفكيرك هتبقى بتستغل الفرص. أي نعم هو متسرع ومتهور ولكن إيجابي ليه؟ لأنه بيساعدك إن أنت تستغل الفرص لصالحك أو بتستغل فرصة سفر ليك. البعض منكم ممكن يجيله شغل أونلاين ولكن القبض بيكون بعملة أجنبية، فبيبقى عروض زي دي بتجيلك خلال هذه الفترة، فبيبقى قبولك ليها أو موافقتك للعمل في هذه الفرص بتبقى تفكير مندفع ولكن سريع ولكنه إيجابي بيفيدك راجع عليك بالنفع. الفترة اللي بعد كده يا برج الحمل 10 مايو صباحا ل 15 مايو صباحا. طيب الفترة دي بقى اللي هي 10 مايو ل 15 مايو صباحا، نشوف هنا مريخ أيضا لازال في برجك بيديلك الشغف والحماس. اللي عايز يخص الفترة دي من مواليد برج الحمل يتبع حمية غذائية بيلاقي النتيجة سريعة، بيلاقي بيبان على جسمه، بيلاقي ان هو قادر يمارس تمارين رياضية معقدة او صعبة، بيبان على شكلك وطلتك الكاريزما والانثى كذلك، تمام. فترة كويسة هنا برضو ليكي لو انت بتخططي لعمليات تجميل او انت بتخططي لعملية جراحية كبيرة مثلا ففيها استشفاء بنسبة كبيرة. كمان شايفة فترة حلوة هنا للزواج، للشراكات، للعقود، مطالبة بحقوق، للقضايا أيضا. كمان أنا شايفة الفترة دي مناسبة للخروج من طاقات سلبية بالذات من العمل، يعني أنا فاكرة الشهر اللي فات كنت دايما بقولكم حذروا من مكيدة بالعمل، حذروا من حد قاعد لكم في الشغل عاوز يهز ثقة الإدارة فيكم، فأنا شايفة إنك بتخرج من المشكلة دي أو الطاقات السلبية اللي كانت عندك تجاه العمل بتتلاشى أو بتزول. كمان شايفة الفترة دي مناسبة للشراكة مع أصدقاء او انك تطلب مساندة مادية منهم، سواء من اخواتك الاكبر منك بالسن او صديق او شراكة مع اصدقاء، برضو هنا بيكون فترة ايجابية، تمام. طيب نشوف ايضا عطارد الحمل هنا بيدعم ايه، بيدعم معاك طاقة الخروج من الطاقات السلبية من الحسد، السحر، التعطيل وغيره. كمان فترة حلوة بتأيد الشراكة مع الأصدقاء بشكل كبير. كمان مش فترة مناسبة هنا بقى للدعاية والإعلان أو التسويق أو إن أنت تعرض حاجة للبيع في هذه الفترة، تمام. طيب الفترة اللي بعد كده يا برج الحمل اللي هي 10 مايو مساء ل 15 مايو مساء، هنشوف الفترة دي إيجابية معاك في إيه يا برج الحمل. بسم الله.
طيب مريخ لازال في برجك، بيحذرك شوية من ان انت يعني ايه تندفع عمليا. يعني البعض منكم هنا بالذات اللي بيشتغلوا في مجالات قانون او مجالات تعليم او مجالات استشارات تدريبية او مراكز تدريب او مجالات عسكرية، نحذر هنا من التهور. يعني ما تتهورش، ما تاخدش قرار متسرع في شغلك، بلاش الضغط العملي او الغيرة ليك من منافسينك في الشغل تخليك غضوب او متنرفز وتاخد قرار متهور وسريع بالعمل، او تندفع بطاقتك الجسدية انك تضر نفسك بالعمل. يعني ممكن هنا تندفع تعمل مشكلة، تغضب فتندفع، يعني الموضوع يقلب لضدك بالذات في العمل. حذر كمان من استفزاز من الام، او حذر من الاستفزاز من ام الزوجة. ممكن تحصل مشكلة هنا بينك وبين أم الزوجة، فالموضوع ينقلب لضد العلاقة خالص. لكن أحذرك هنا من الصحة، انتبه لوضعك الصحي. أصحاب الضغط العالي هنا يقيسوا ضغطهم، يهتموا بصحتهم شوية، لكن شايفاها فترة تحسن صحي للي بيهتم بصحته. فترة حلوة هنا للمفاجآت المالية، أو إن أنت تستثمر، أو أرباح مالية تجيلك من حاجة أنت عندك. يعني مثلا أرض بتأجرها، محل بتأجره، شقة بتأجرها، في دخل مالي بيدخل لك خلال هذه الفترة، أو عندك الفترة دي أمان مالي بشكل كبير. تمام. أو مفاجآت مالية، ممكن مثلا لو أنت بتفكر تبيع شقة وبقالك فترة مش لاقي بيعة، تلاقي لها بيعة بمبلغ كبير أو بالمبلغ اللي أنت تقدره. مثلا بيتم بيعة بيت الشقة أو البيت أو الفيلا، أيا كان المسمى للحاجة اللي أنت عايز تبيعها. كمان فترة حلوة هنا للشراء الغالي أو الباهظ الثمن. عطارد الحمل هنا بيدعم القضايا، بيدعم الشراكات، بيدعم عقود الزواج، بيدعم أيضا السفر البعيد وفرص العمل في البلدان الأجنبية للباحثين عن العمل، ولكن لا يدعم الدعاية والإعلان أو التسويق، أو إن أنت تبيع حاجة أونلاين، أو إن أنت لو في خدمة عملاء بتبقى متذبذب شوية أو مندفع في طريقة الكلام، فبتبقى مش قادر تقنع العميل بالحاجة اللي أنت بتقدمها ليه. تمام. أو لو أنت مذيع أو صحفي، فأجل أي لقاء تلفزيوني أو إذاعي، فبتكون مش مجدي أو مش بتبقى يعني بالطريقة اللي أنت متعود بيها تقدم بيها البرامج بتاعتك. مثلا كمثال 15 مايو صباحا ل 20 مايو صباحا، مريخ الحمل لازال بيديلك الشغف والحماس والاندفاع أحيانا للمتهور ولكن لصالحك. فترة حلوة هنا وضعك العملي مستقر، شايفة إن أنت علاقتك بإخواتك الأكبر منك بالسن لو كان في مشكلة أو لو كان في خلاف بيتم التصالح بينك وبين الإخوة. شايفة هنا إن ممكن تحقق أهدافك عن طريق أصدقاء، فترة حلوة لتحقيق أهدافك وأمنياتك وطموحاتك المؤجلة. يعني أنت موهوب في حرفة معينة، موهوب في مهنة أو مهارة معينة عاوز تنمي نفسك فيها، فترة كويسة جدا لكده. اللي بيدوروا على عمل في مجالات الرياضة أو الجيم، أو إن أنت تتقبل في جيم او كمدرب، ففرص المجالات الرياضيه هنا كتير، تبقى مذيع، ملقي، معلق رياضي، مجالات يعني مجالات العمل الرياضيه هنا متوسعه معاك، ويساعدك على كده مريخ الحمل. طيب الفتره اللي هي من 15 مايو مساء ل 20 مايو مساء، لازال المريخ في برجك اللي هو حاكم برجك اصلا، فتره حلوه هنا لاخذ قرض من بنك. قمر الأسد هنا بيدعم التصالح أو الخلافات العائلية اللي كانت واصلة لطلاق، بتحل أمورك هنا بمنتهى التفاهم والود. شايفة كمان الفترة دي ممكن تاخد قرض من بنك، تطالب حقك بورث، أو تطالب بحقك من في الحكومة. مثلا ليك فلوس أو ليك حق بقاله فترة متأخر أو متأجل، بتلاقي ردود أو بتلاقي رد منهم على الحاجة اللي أنت عايزها. كمان الفترة دي نحذر من التهور، عطارد الحال بيخليك متهور، مضغوط عمليا الفترة دي شوية. يعني نص الشهر كده انت في مرحلة ضغط عملي كبير، بيطلع بقى على عيلتك او على اهلك، بتبقى عصبي شوية، بتبقى نرفوز. يعني نحاول ان احنا يعني نمتص طاقة الغضب عندنا هنا بان انت بقى تاخد عزلة، تروح تشم هوا في بحر، تمارس تمارين التنفس، تمارين الاسترخاء، تعمل مديتيشن. تمام. البعض منكم ممكن يروح يلعب يوجا. المهم ما تبقاش هنا في ستريس جامد، عشان ايه؟ ما تبقاش طاقتك فيها غضب وبتطلعه على المحيط، سواء كان العائلي او لو انت متزوج، او على اسرتك او اهلك. تمام. طيب عطارد الحمل
بذكاء كان بيخدمك في اجتياز دراسة جامعية أو ماجستير أو دكتوراه فترة حلوة هنا. ذكائك بيساعدك في إن أنت تقدم على دراسة أو كورس تعليمي أو تزود مهارتك المهنية أو التعليمية. كمان فترة حلوة هنا للتعليم الابتدائي والثانوي، لو عندكم امتحانات الفترة دي بتبقى سهلة وميسرة وبتجتازوها إن شاء الله بتفوق. لكن حذر بقى الفترة دي هنا من الشراء أو الإسراف بالمال. تمام، فترة حلوة هنا للسفر البعيد أو الفرص العملية في بلاد أجنبية أو دول بعيدة. 20 مايو بقى صباحا ل 25 مايو صباحا، مريخ الحمل هنا بيدعم الزواج والشراكات، بيدعم هنا الشراكات الجديدة، بيدعم المشاريع الصغيرة، بيدعم كمان الفرص العملية لغير العاملين. ممكن بتلاقي فرص عملية جديدة، بقالك فترة بتدور على شغل مش لاقي، بتلاقي فرص عملية جديدة. كمان شايفة الفترة دي ممكن نحاذر من حد بيوقع أو بيعمل فتنة بينك وبين الزوجة أو بينك وبين عيلتك. حد هنا غيران حاقد على العلاقة، بالذات اللي جايين من سفر أو أنت جاي من سفر. نحاذر هنا من طاقة حد بيحاول يعمل تفريق بينك وبين الزوجة أو حد بيحاول يعمل مشاكل هنا، تشكيك، فتنة. حاذر هنا من الفتنة بينك وبين الزوجة عشان ايه الامور ما توصلش يعني لانتهاء العلاقة لا سمح الله للبعض يعني. لكن شايفة فترة حلوة هنا للارتباط للاستقرار، شايفة فترة حلوة هنا للي عايزين يكتبوا كتابهم في الفترة دي، فترة ايجابية جدا. الفترة اللي بعد كده 20 مايو مساء ل 25 مايو مساء. طيب عطارد الحمل بيحذرك من التهور برضو او الضغط العملي، بلاش يخليك تاخد قرارات مندفعة أو متهورة أو تتصرف بشكل أناني في محيط عملك، سواء أنت مدير برج الحمل أو موظف. فحذر من الأنانية بعملك أو أن أنت إيه تبقى مندفع بعض الشيء على الإدارة بتاعتك أو تبقى غضوب. فترة حلوة للسفر البعيد أو العمل بعملات أجنبية أو في خارج بلدك أو سفر بعيد، خروج من مستشفى للبعض بعد صراع مع مرض، بتخرج أو بتطلع من مستشفى، أو اللي كان عندهم تأهيل نفسي وكانوا في مستشفيات تأهيل نفسي فبيطلعوا متشافين متعافين. خروج من حسد وطاقات سلبية كانت بتعملك عكوسات وتعطيل لحاجاتك أو في حاجات كتير في حياتك. حذر من الإسراف المالي، لأن طبعا أنت عندك أول أسبوعين من الشهر وضعك المادي ممتاز، فبلاش بقى تبقى شره في الصرف أو تقول يلا بقى مصرف، جات لي شوية فلوس حلوين يلا مصرف وأدلع نفسي. لا بلاش تبقى في إيه في الطاقة دي. مريخ الحمل هنا بيحذر ايضا من الضغوط العمليه، خفف الاسترس عشان ما يطلعش على صحتك. يعني البعض منكم هنا اللي بيعاني من ضغط، اللي بيعاني من القولون العصبي، بلاش طاقه الغضب هنا تاثر على ايه وضعك الصحي. حذر من الامراض المعديه زي البرد والانفلونزا، خاصه احنا في فصل يعني في فتره تقلبات فصول يعني، فحذر هنا. بتبقى معدتك حساسه، بيبقى استقبالك للمرض المعدي سواء برد انفلونزا بيبقى سريع. الفترة اللي بعد كده اللي هي 25 مايو، تمام، الفترة اللي بعد كده اللي هي 25 مايو صباحا ل 31 مايو مساء. طيب عندنا بقى 25 مايو صباحا ل 31 مايو. الفترة دي هنا المريخ لازال في برجك، بيدعم الحقوق، أخذ قرض، عمل تأمين على حاجة، عايز تأمن على حاجة عندك، بتطالب بحقك من ورث، بتطالب بحقك من أموال معايش مثلا، بتطالب برضو الفترة دي ممكن بحقك المالي أيا كان، أيا كان مصدره بتحصل عليه. فترة إيجابية للقضايا والشراكات، فترة إيجابية هنا للتشافي والتحسن الصحي بالذات لأمراض الكبد أو اللي بيعانوا من وباء الكبدي أو اللي هي الأمراض المعدية المنقولة عبر الدم. كمان شايفة الفترة دي تشافي وتحسن صحي كبير. كمان شايفة الفترة دي حلوة للعلاقات العاطفية، ممكن هلا بعض منكم ممكن اللي شريكها مسافر بيرجع يرسم العلاقة معاها، أو فترة بدايات عاطفية لغير المرتبطين. ممكن كمان عندكم فرص ارتباط بغير جنسية بلدكم أو بناس من محافظة غير محافظتكم. تمام، كمان شايفة فترة حلوة للشراكات مع الأصدقاء أو الإخوة الأكبر منك بالسن. فترة كويسة برضو هنا للوضع العاطفي بشكل كبير، هنا فرص عاطفية كتير الفترة دي. اللي بيدعمك هنا شمس الجوزاء،
برج صديق ليك، فبتحس ان انت هنا منتعش ومنطلق بقى، الشمس هوائية هنا عن بداية الشهر. لكن بداية الشهر حلو معاك بالمال، بيجي الشهر يعني في النص كده من بعد 15 مايو بيضغطك عمليا شوية، فبتصرف في الأموال نحازر. الشهر بقى بيختم معاك بالعاطفة والعلاقات، زي ما تقول كده شهر بيديك حاجة وياخد حاجة. تمام، 25 مايو مساء ل 31 مايو مساء، مريخ الحمل هنا بيحذرك من الضغوط العملية شوية، لكن بتقدر تتغلب عليها لأن مريخ الحمل بيديلك حماس، نشاط، تحمل ضغط العمل، بتبقى مستحمل، بتفوت، بتعدي. كمان عطارد دلوقتي بقى في برج الثور، فطاقة الاندفاع والتهور العملي بالأفكار والقرارات بتهدى عندك شوية، بتبقى ترابي، بيبقى تفكيرك هنا طاقته ترابية شوية، بتتأنى، بتبقى مش متسرع. شمس الجوزاء كمان بتساعدك ان انت تتحمل، تبقى صبور منطلق. تمام، فترة حلوة للصحة، الوضع الصحي. كمان فترة حلوة هنا للمال، البعض منكم هنا ممكن اللي بيعاني من تأخير بالأموال أو تأخير زواج، فيها انفراج على الصعيد المالي، فلوس بتجيلك بعد فترة تأخير أو ترقية مثلا كانت متأخرة، بتسمع خبر عنها بيسعدك ويفرحك، أو اللي بتعاني من تأخير زواج عندها فرص ارتباط واستقرار بعلاقة إيجابية صحية خلال الفترة دي. الفترة اللي بعد كده عندنا 31 مايو بقى صباحا، نشوف إيجابية معاك في إيه. حلوة للسفر سواء داخلي أم خارجي، حلوة للعمل جدا، هنا نقلة عملية، مكافأة عملية، فرصة عمل ما كنتش تحلم بيها. شمس الجوزاء هنا بتدعم العمل والطاقة العملية عندك بشكل إيجابي. فترة حلوة للشراكة مع الأصدقاء، مع إخواتك الأصغر منك الأكبر منك بالسن، ممكن تلاقي دعم مالي ومعنوي لمشروع أنت عاوز تبدأ حياتك بيه، بتلاقي دعم هنا من محيطينك بشكل كبير. الفترة اللي بعد كده 31 مايو مساء، نشوف هنا مريخ الحمل برضو بيحذرك شوية من الضغوط العملية، خفف الاسترس على نفسك. بتكون قراراتك حكيمة ثابتة في شغلك، مش بتبقى متهور ولا مندفع زي أول الشهر. هنا فرص ارتباط واستقرار للبعض من محيط العيلة والقرايب، أو مناسبات أو احتفالات ليها علاقة بالعيلة بالقرايب. البعض منكم ممكن فرصة ارتباط واستقرار عن طريق محيط العيلة والقرايب. وضعك المادي هنا بيتحسن بعد فترة تباطؤ وتأخير طويلة. كده خلصنا، نشوف بقى ايه اطاره، نشوف القراءة العاطفية بتاعتكم اخبارها ايه، عازب برج الحمل اخباره ايه الشهر ده، الغير مرتبط اللي مش في علاقة عاطفية خالص، نشوف رجل برج الحمل العازب إلا مش في علاقة عاطفية خالص وسنجل، إيه وضعك هذا الشهر يا رجل برج الحمل؟ هنا رجل برج الحمل بيكون متشافي، متصالح مع نفسه. عندك هنا شايفة إن في فرصة بتتعرف على واحدة من العمل، زميلتك في شغلك، بيبقى في بينكم كلام تواصل، دي زميلتك في الشغل بتبدأوا كلام، بتتواصلوا مع بعض. شايفة ان البعض منكم هنا ممكن عازب برج الحمل، انت مشهور او معروف بحاجة بتقدمها للناس عبر الانترنت، او انت من عيلة مشهورة او معروفة، فشايفة ده بيساعدك كتير انك تلاقي فرص عاطفية في محيطك. شايفة ان في البعض منكم ممكن عرض تقليدي من القرايب والعيلة بيعرضوا عليك بنت للزواج، وبتدي فرصة، انت مش مانع، انت اصلا طاقتك منطلق ومستعد للارتباط والاستقرار. البعض منكم فرصة عاطفية عن طريق العيلة، البعض الاخر بيتعرف على زميلته بالعمل، البعض الاخر بتلاقي حبك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من متابعة من المتابعين ليك. رجل برج الحمل العازب، نشوف اخباره ايه في مايو. البعض منكم يا مواليد برج الحمل هنا، انت عازب بس مطلق بأطفال، يعني انت عندك طفل ومطلق او طفلة ورابط نفسك بالزواج ده ونفسك ترجع له تاني. البعض منكم هنا مواليد برج الحمل، انت ممكن تكون مطلق او ارمل، انت ممكن تكون هنا ارمل، الزوجة توفت وهي بتولد او بتجيب اولاد يعني وهي بتولد، فانت حزين حزين ومنكسر بسبب هذا الألم. ممكن تكون الزوجة دي متوفية من 10 شهور، البعض منكم فترة طويلة ممكن 5 سنين. شايفة ان انت بتبدأ او في بداية عاطفية، بتبتدي تشوف حياتك او بتبتدي تطلع للدنيا بقى وحققت شفائك، عايز تجيب اولاد واطفال، فده هدفك في العلاقات اللي انت داخلها.
يعني انت العلاقة دي ندمان حزين عليها، لكن شايفة ان في عرض عاطفي او حب جديد بيدق بابك بينعشك او بيخليك في طاقة ايجابية عالية. البعض الاخر انا شايفة ان انت خسرت زوجة وطلقت طلاق رسمي، ممكن البعض منكم من 10 سنين، البعض من 10 شهور، انت بتفكر تستعيد هذه العلاقة تاني. احتمال الطليقة هي اللي بتعرض عليك رجعة وانت منكسر وزعلان لانك كنت بتحبها فعلا، فشايفة ان في رجوع لهذه الطليقة. رجل برج الحمل العازب، شايفة ان انت بداية عاطفية بعد فترة وحدة وألم وعلاقة نرجسية من امرأة سامة، شايفة ان انت بتطلع من تجربة أليمة وتجربة مؤذية. ممكن تكون البنت دي سرقتك، استغلتك، لعبت عليك، ممكن تكون كنت خاطبها والعلاقة اتفسخت بسبب ان انت اكتشفت انها خاينة، يعني خاينة على علاقة بحد تاني وانت معاها، فانت ما حبيتش الطاقة دي فانفصلت عن هذه العلاقة. فشايفة ان في علاقة جديدة او حب جديد من بنت هتقابلها صدفة في محيطك الاجتماعي. ده هنا عازب برج الحمل. نشوف بقى امرأة برج الحمل العزباء وضعها ايه في هذه الفترة، شهر مايو. امرأة برج الحمل العزباء وضعها ايه في شهر مايو 2024؟ طيب امرأة برج الحمل، انا شايفة ان انتي خارجة من تجربة مع شخص سام ونرجسي وغير مرن تماما. ممكن يكون كان من برج حمل زيك، بس الشخص ده كان بيتسلى بيضيع وقت، فانتي من الاخر كده العلاقة دي انتهت بالنسبة لك ورفضاها تماما. البعض منكم بيجيلك خطوبة تقليدية عن طريق العيلة والقرايب، فبتهربي من الحب ده بالارتباط التقليدي ده. البعض الآخر الشخص ده بيراقبك وهيتجنن عليكي وعايز يرجع لك، وفي بينكم فرق سفر 3 ساعات مثلا، ده للبعض عاوز يرجع يفتح صفحة جديدة معاكي تاني، بس خايف منك، خايف تكوني اتجوزتي، خايف تكوني اتخطبتي، اتملكتي، كتب كتابك. فهو راجع بنية جدية، يعني راجع لان انت خدتي موقف، هربتي من العلاقة، حسيتي انه بيلعب، فعايز تديه فرصة تانية بانه يكلم حد من اهلك بشكل منطقي. امرأة برج الحمل العزباء عندك مخاوف من عرض زواج جايلك تقليدي، يعني شايفة هنا ان امرأة برج الحمل في شخص من العيلة والقرايب، ابن عمك ابن عمتك، عاوز يفتح معاكي باب الزواج والارتباط، بس انتي شاكة وخايفة ومش بتحبي جواز القرايب. هو بيحبك جدا وعايزك، بس انا شايفة ان الموضوع هيمشي لانه ليكي نصيب معاه. انتي عنيدة بتحطي شروط وهو موافق، هو بيحبك. ممكن يكون برج جوزاء جدي ثور عذراء حوت. تمام، نشوف امرأة برج الحمل العزباء. شايفة ان انتي عندك بداية عاطفية مع شخص مشهور او معروف او رجل اعمال كبير، شايفة ان الشخص ده بيراقبك بقاله فترة، ممكن يكون اصلا شافك في احلامه وقابلك، هنشوف قابلك فين، بس الشخص ده بيراقبك من سنة واخد باله منك وساكت، ممكن بيشتغل في منصب مهم او في حاجة تقيلة في السلطة، مراقبك عينه عليكي وداخلك بعرض خطوبة وارتباط. الشخص ده كان مراقبك فين يا امرأة برج الحمل؟ كان من محيط ايه مراقبك؟ الشخص ده ممكن تكوني انتي اصلا مطلقة بمحكمة وده المحامي بتاعك، وكان مراقب ومتابع خطوات الانفصال والطلاق بتاعتك من التجربة السابقة، ده المحامي بتاعك. تمام، وعايز يعرض عليك الزواج. الطاقة أخرى، ده شخص ممكن تكوني بتتعاملي معاه في بنك أو رايحة بنك، هيشوفك في البنك ويعرض عليكي الزواج والارتباط. ممكن بتترددي على البنك ده كتير، بتروحي خدمة عملاء، أو انتي أصلا بتشتغلي في بنك وده زميل جديد جاي مراقبك واخد باله منك. ممكن تكوني انتي بتشتغلي في بنك أو حاجة ليها علاقة بالمالية. هو عايز يقدم لك عرض خطوبة، أو هو شايف ان انتي انسانة تناسب الاستقرار والارتباط، او شايفك زوجة. نشوف بقى رجل برج الحمل المرتبط او اللي في علاقة حب وضعه ايه هذا الشهر. رجل برج الحمل المرتبط او اللي في علاقة حب وضعه ايه في شهر مايو؟ في هنا علاقة، انت هنا يا برج الحمل مرتبط بامرأة بتحبها جدا وهي بتحبك، ولكن العلاقة دي فيها شيء من التردد. ممكن تكون بتقارن بينها وبين ارتباط ماضي ليك سابق، يعني انت مرتبط بواحدة وبتقارن بينها وبين العلاقة اللي قبلها،
وعندك حنين للعلاقة اللي من الماضي دي على فكرة، ونفسك ترجع الماضي، بس انت البنت دي حبها واهتمامك اهتمامها بيك يعني مخليك تقول ابص للماضي ليه، ما انا سعيد مع البنت دي، بس في نفس الوقت انا مفتقد العلاقة القديمة اللي من الماضي. فانا شايفة ان انت هتعمل استخارة او هتقعد مع نفسك كده وهتقرر ان انت تتناسى هذا الماضي وتطلع من طاقة الماضي وتركز على العلاقة الجديدة. رجل برج الحمل اللي مرتبط، حلو، شايفة هنا ان رجل برج الحمل لقى نصه التاني خلاص، والعلاقة دي ممكن تكونوا بقالكوا سنة مرتبطين، البعض 10 شهور، البعض 21 يوم، البعض ممكن 7 شهور او 5 اسابيع، دي طاقة للبعض. شايفة ان العلاقة هنا خلاص علاقة توائم، انتوا لقيتوا بعض، العلاقة رايحة للزواج والاكتمال، وعلاقة مستقرة ثابتة، انت بتحبها وهي بتحبك، الحب هنا متبادل وعلاقة متوازنة جدا. رجل برج الحمل المرتبط او اللي في علاقة حب، شايفة ان انت بتحب البنت دي جدا وبتسرع خطوة الزواج او الارتباط منها، لان واضح ان انتوا بتنفصلوا وترجع، بتنفصلوا وبترجع، ده سببه ايه؟ افكار سلبية. البعض الاخر في مس عاشق هنا، هو اللي بي يعني في طاقة ربط وتعطيل على حد منكم في عز الزواج، هو ده اللي مخلي طاقة الارتباط والاستقرار بطيئة. انت محتاج هنا شفاء عشان الطاقة دي تروح، بناء على ده الزواج بيتم، لكن شايفة ان العلاقة دي رايحة للزواج ولكن بطاقة بطيئة، لان انتوا بتحبوا بعض جدا، لكن في طاقة ربط، في ربط على عليك او على البنت اللي انت مرتبط بيها. طبعا للتوضيح في قراءات خاصة وفي قراءات مجانية بنعملها كل 20، يعني كل يوم 20 من الشهر، يعني 20/6، 20/5، 20/7، 20/8، بس للي بيتفاعل معايا بلايك وكومنت فقط. تمام، القراءات اللي برسوم بيبقى التواصل عن طريق الأدمن عبر الفيسبوك، وهي بترد عليكم وبنحدد الميعاد بالتسعيرة المحددة حسب نوع القراءة اللي انت عايزين، قراءة شاملة، قراءة عاطفية، قراءة عمل مال، على حسب. نشوف امرأة برج الحمل اللي في علاقة حب، امرأة برج الحمل اللي مرتبطة او في علاقة عاطفية. امرأة برج الحمل، انت هنا في ارتباط مع شخص ايه ساعات تشكي فيه كده، حابة تعملي له اختبار ثقة، اختبار جدية كده، مثلا ممكن تقولي له انا في شخص جاي يتقدم لي للزواج، وضع العلاقة معاك ايه؟ فانا شايفه ان الشخص ده ما عندوش اي مانع، هيجي من سفر مثلا قرب، فانت عايزه تشوفي العلاقه دي رايحه على فين، او في بينكم فرق ساعتين سفر، الشخص ده بيحبك، عنده مشاعر تجاهك، بيغير عليكي جدا، شايفه ان العلاقه دي رايحه لتوازن واستقرار وارتباط، وانت مبسوطه وسعيده بهذه العلاقه، يعني انت هتعملي الاختبار هتلاقيه شخص متوازن متفهم واضح صريح معاكي جايب من الاخر. ده ممكن يكون برجه اسد، قوس، حوت، سرطان، عقرب. تمام، امرأة برج الحمل اللي في علاقة حب، شايفة ان انتي مرتبطة وفي نفس الوقت انتي مشهورة وعندك ايه، يعني انتي مرتبطة وعندك كذا عرض للارتباط، يعني انتي مخطوبة مثلا وعندك كذا شخص بيعرض عليكي الارتباط، انتي مشهورة جميلة معروفة بحاجة عبر الانترنت. في هنا امرأة برج الحمل مشهورة بحاجة بتقدمها للناس متابعين، اهلا بيكي، فانتي طيبة قلبك ابيض، ومش حابة تظلمي الانسان اللي انتي معاه بسبب العروض الكتير اللي جاية لك، بس دي ظهرت لي. اللي شايفاه بقى ان العلاقة اللي انتي فيها رايحة لاستقرار وزواج على اخر هذا العام، ولكن حذري من طاقة العين والحسد، او في راجل هنا نفسه فيكي او عايزك، ممكن الراجل ده يعني يخرب العلاقة دي بنظراته الحاسدة، او ما تبينيش خبر جوازك او خطوبتك للناس، داري عشان في نظرات حسد ممكن تأخر الارتباط والزواج ليكي من هذا الرجل. امرأة برج الحمل اللي في ارتباط، شايفة ان انتي مرتبطة بشخص معقد شوية، وبصراحة في سحر متدخل هنا وربط وتعطيل، فشايفة ان انتي بتطلع من العلاقة دي خالص، يعني انتي مرتبطة بشخص كسر قلبك، بتنفصل وبترجعوا، علاقة مؤذية بصراحة، شايفة ان في طاقات سلبية، ربط، تعطيل، الشخص ده أصلا مش متاح للحب ودخل العلاقة معاكي كده، عجبتيه مثلا، خيب ظنك، اكتشفت ان في بنت تانية، ما انتش فاهمة هو عاوز ايه، وكسر قلبك وخذلك كتير على فكرة. والراجل ده للأسف هو سنه كبير ولكنه طفولي أو غير ناضج عاطفيا، وعليه طاقة سحر جديدة،
مخلياه اصلا لا يرتبط بيكي ولا بغيرك. فالراجل ده كده من النوع الناس اللي مش هيتجوز او مش هيرتبط، قاعد كده قافل على نفسه، اللي عايز اتجوز ولا ارتبط واقعد كده. ده ممكن يكون بيشتغل مهندس، ممكن يكون بيشتغل مدير شركة، المدير بتاعك، ممكن يكون بيشتغل في السلطة، مركز تقيل. للأسف الشخص ده عايز يقعد كده في علاقات بلا مسمى، علاقات عابرة يتسلى يقضيها بقى كده بدون زواج وارتباط، فانت الوضع بصراحة مش هيعجبك، فهتنسحبي من هذه العلاقة تماما. رجل برج الحمل المطلق أو المنفصل، رجل برج الحمل المطلق أو المنفصل وضعه ايه في مايو؟ شايفة هنا ان رجل برج الحمل بيستعيد علاقة عاطفية بعد فترة انفصال، تدخلات بقى من اطراف ثلاثية، لكن شايفة ان العلاقة دي بترجع رغم انف الحاقدين او الحاسدين على هذه العلاقة. واضح ان في تدخلات عائلية برفض هذه العلاقة، فانت محبتش تظلم البنت دي معاك، لكن انا شايفة ان العلاقة دي في رجوع، لان في حب هنا بينك وبين هذه المرأة، والعلاقة دي أنا شايفاها كمان ليها مستقبل، بس حاذر لأن في حسد من العيلة والقرايب، حد عايزك، بنت عمك، بنت عمتك، حد هنا خالتك حطاك لبنتها، عمتك، فالعلاقة دي منظورة ومحسودة من العيلة والقرايب، أو هترتبطم أو أنتوا كنتوا مخطوبين والعلاقة دي خربت بسبب غيرة أو حسد من قرايب هذا الشخص، لكن أنا شايفة العلاقة دي بترجع تاني يا رجل برج الحمل، أو لم شمل العلاقة من جديد بعد فترة خلافات ومشاكل كبيرة وتدخلات عيلة برفض هذا الارتباط. رجل برج الحمل المطلق أو المنفصل، طيب شايفة هنا أن علاقة ممكن تكونوا أنتوا هنا كنتوا متزوجين والعلاقة انهارت بسبب سحر، في هنا طاقة سحر وفي طاقة أم متسلطة أو أم الزوجة متسلطة فرقت هذه العلاقة، لكن شايفة أن الزوجة هنا أو الخطيبة بتعمل خطة لرجوع العلاقة معاك تاني، بتدخل طرف تالت، هترد كرامتك واعتبارك قدام الناس كلها، ممكن تكون أحرجتك أو كسفتك أو قللت من كرامتك قدام أهلها، فهي شايفة أن حل الرجوع لهذه العلاقة برد كرامة واعتبار ليك قدام الناس. البعض الآخر الست دي هتلجأ لسحر عشان ترجعك تاني، أنت ترجع لها للأسف بذل، عايزة ترجعك مذلول ليها، خلي بالك عافاك الله يعني، بس عايزة ترجعك ليها بسحر جلب تجيبك في العافية. رجل برج الحمل المطلق أو المنفصل، شايفة إن في رجوع لعلاقة عاطفية بعد فترة انهيار وتصالح واستقرار وارتباط ولم شمل بعد فترة فراق، في قعدة هنا بتتواجههم، بيبقى في حوار عتاب بينك وبين هذه المرأة، بتتعاتبهم، شايفة إن أنت بتجيب لها هدية بتصالحها، أو هي ممكن يكون عيد ميلاد حد فيكوا الشهر ده مثلا، فبتتصالح والعلاقة أمورها بتتلم. نشوف امرأة برج الحمل المطلقة أو المنفصلة. امرأة برج الحمل المطلقة أو المنفصلة، طيب هنا امرأة برج الحمل المطلقة أو المنفصلة شايفة إن في صفحة بتتفتح ليكي في علاقة عاطفية انتهت، كانت رايحة لجواز وارتباط وما كملتش، الشخص ده بيحبك، انت للأسف هترفضي الرجوع ده، واحتمال يكون في بينكم بلوكات والعلاقة دي مغلقة تماما، لكن شايفة ان الشخص ده عنده طاقة التصميم، حطك هدف، هجيبك، هرجعك. طيب هل العلاقة دي راجعة يا امرأة برج الحمل؟ فيها بداية جديدة ورجوع. البعض الآخر انتي رافضة باتا الرجوع لهذا الشخص بسبب خيانة واكتشاف طرف تالت كسر قلبك، فانتي رافضة العودة تماما. ممكن الشريك ده يبقى من برج هوائي، ميزان، جوزاء، دلو، او عقرب او جوزاء. نشوف امرأة برج الحمل المطلقة او المنفصلة، شايفة هنا لم شمل ورجوع بعد فترة فراق، ممكن تكونوا هنا انتوا كنتوا متجوزين وده طلاق حصل او انفصال، شايفة ان الشريك هنا بيعمل مبادرة للرجوع وبيجي بيت اهلك او بيرجعك او بيرجع الخطبة او بيرجع الزواج تاني بينك وما بينه عشان عايزك تكملي معاه حياته. طيب نشوف امرأة برج الحمل المطلقة او المنفصلة، في شكوك او مخاوف حصلت بينك وبين زوجك انتهت بالطلاق، يعني هنا انتي منفصلة بطلاق رسمي بمحكمة وعندك اولاد واطفال من هذا الرجل، بيعمل محاولات انه يرجعك لكن انتي شاكة فيه، ممكن يكون كذب، خدعك، خانك، كان بيستغلك ماليا،
بينكم قواضي، فانت مش مأمنة له، عاوزة تمشي الأمور بالقضايا بصراحة. أنا يعني شايفة هنا إن انت بتصدي رجوع هذه العلاقة، وعاوزة تمشي في باب قضايا، ومش مأمنة إنك ترجع للشخص ده تاني بصراحة، رغم إن هو ندم ورجع لك بطاقة اعتذار. المتزوجين من مواليد برج الحمل، المتزوجين من مواليد برج الحمل، في هنا طاقة عزلة، أو في متزوجين هنا العلاقة فترة باردة فيها، تطنيش، هطنشك، يعني انت مطنشني حلو، انا هطنشك. فشايفة ان في عزلة هنا وانسحاب بين زوجين، علاقة فيها برود. العلاقة دي محتاجة بصراحة كنصيحة لغة حوار ونقاش. كمان شايفة ان في طاقات سلبية، يا اما سحر اسود او جن عاشق على الزوج، هو اللي مخليه بيقعد لوحده، بينام في اوضة لوحده وبيسيبك، بيهجرك، ما بيقربلكيش. ده عامل مشاكل بينك وبين زوجك صراحة. فأنا شايفة إن العلاقة هنا محتاجة تروحوا لشيخ يعالج هذا الطاقة، لأن في شك، انتي شاكة فيه دايما، هو شاكك فيكي، شايفك اتجوزتيه طمع، ساعات انتي بتشوفيه متجوزك وخلاص ما بيحبكيش. ده كله بسبب إن في جن عاشق على الزوج، لازم يروح أو عليكي. المتزوجين من مواليد برج الحمل، شايفة ان في هنا علاقة زوجين توأم روح، شايفة طاقة سفر، احتمال ده عيد زواجكم، او انتم متجوزين جديد من شهرين، فعندكم سفر بقى، رحلة، تغيروا جو، بتخططوا الرحلة السفرية مع بعض، عدى على جوازكم سنة فعايزين تحتفلوا. متزوجين برج الحمل هنا، شايفة ان كان في متزوجين هنا للأسف حصل انفصال ب طاقات سلبية، والعلاقة دي رجع، يعني انتوا رجعتوا بقى بعد طاقات سلبية وفراق وانفصال، بسبب أطراف ثلاثية تدخلت فرقت العلاقة دي، غيرانين، حاقدين، حاسدين، فالعلاقة انهارت. شايفة ان العلاقة دي بتبدأ بتسامح او بصفحة جديدة، والعلاقة دي خلاص بتتوازن، او انتم لبعض، يعني مفيش فراق، مفيش انفصال تاني، بس حذروا من الحسد. في ناس من محيط اصدقاء الزوج بيلعبوا في دماغه، هما اللي بيخربوا العلاقة بينه وما بينك. البعض الآخر، انتي ممكن ليكي أخت أو صديقة يعني شيطان بتلعب في دماغك، بتقلبك على جوزك، فخلي بالك منها. متزوجين وليد برج الحمل، طيب العلاقة هنا كانت بتمر بوقت صعب، في هنا عزلة عشان نقرر هنطلق ولا نكمل. العلاقة رايحة على ايه؟ ممكن انتي امرأة برج الحمل هنا، ممكن تكوني انتي اللي واخدة بريك وعزلة من هذا الرجل، بسبب ان هو متعدد علاقات، واكتشفتي بيكلم كذا واحدة على مواقع التواصل، او هو مشهور وبتغيري من المتابعات، او اكتشفتي ان هو على علاقة سرية بواحدة منهم. تمام، فانا شايفة ان العلاقة دي كارمية، يعني الزوج هنا هيمر بكارما، واحدة من اللي معاهم دول او اللي ماشي معاهم دول، المتابعين اللي عنده ده، لو هو مشهور هتسرقه او هتستغله، او هتهرب وتسيبه، وهيعرف قيمتك، ودي هتبقى كارما، وهتسرق منه مبلغ محترم كده، بناء عليها يرجع لك ندمان. البعض الاخر هنا، انتوا متزوجين ولكن زوجك بيسرق، بيختلس، بينصب، هتكتشفي انه بيعمل بيلعب بالفلوس، متهم بغسيل اموال، ممكن هيتعمل له محضر فهيتسجن. فانا شايفة ان الموضوع ده هيتسبب بكارما، كارما ليه، عشان ممكن خد الفلوس دي منك، سرقك، بيستغلك. طب نشوف العلاقة دي رايحة على فين. رايحة العلاقة دي لمواضع غير طبيعي، رايحة لأن الزوج ده هيتسجن، كارما أو دعوة بقى دعيتيها عليه، لأنه ممكن يكون خد فلوسك، قالك هشغلها في حاجة، هسد بيهم حاجة، وهو للأسف كان بيستغلك وبيسرقك للأسف. فأنا شايفة أن العلاقة دي رايحة لخسارة، وأنا لبعض منكم أنا شايفة أن ده سجن وإعدام. ممكن جوزك هنا هتتصدمي انه عامل تهمة بالفلوس دي، او عمل جريمة هتوصله لسجن واعدام، ده للبعض. البعض الاخر سجن، واحتمال السجن ده دايم، وانا شايفة ان انتي هتطالبي بالانفصال لهذه العلاقة وتقفلي بابها تماما، ده للبعض طبعا. امرأة برج الحمل المتزوجة، نشوف. طيب شايفة هنا علاقة قد رايحة للطلاق والانفصال، بيحصل تدخلات عائلية، الشريك هنا بيتعهد بالالتزام، بيتعلم من غلطه، بيحترمك، بيقدرك، وبيرجع الحب والالتزام للعلاقة، وليها بداية جديدة، وانتوا اصلا لسه راجعين بعد طلاق. الشريك ده راجع بالتزام، هيلتزم، ممكن كان بخيل ماديا معاكي، هيبقى كريم، هيبقى بيصرف،
بيلتزم، بيعرف مسؤولياته، عارف أغلاطه إيه ومش عايز يكررها معاكي تاني ومع أولاده. شايفة كمان طاقة حمل واستقرار وثبات لهذه العلاقة بعد فترة تشتت أو بعد فترة فراق دامت سنة. يعني انتوا ممكن تكونوا هنا انتوا منفصلين سنة بطلاق وراجعين، دي بداية جديدة للعلاقة. الشخص ده بيحبك وهيبقى ملتزم، واستقرار للعلاقة. شكرا برج الحمل.